واحد الفندقيه يعني غادي تنشا، ماشي غادي تنشا، غادي يتم اعاده تاهيلها يعني بعد يعني واحد برنامج طموح ديال شركه مارينا اكادير اللي وضعته، اللي من خلاله هذا البرنامج تتحاول انها تتاهل المركب ديال مارينا اكادير اللي مكون مجموعه ديال يعني لي كومبوزونت، يعني اون لوكورونس لوتيل اللي تم التعاقد يعني هذه مده ديال تقريبا ديال اسبوعين مع شركه عالميه اللي هي هيلتون، وبالتالي الاعاده ديال التاهيل غادي تستوجب يعني مجموعه ديال الاشغال اللي غادي تترقى بالاوتيل المستوى يعني العالمي الخمسة نجوم، لانه تعرفون انتم لا شين هيلتون هي شركه عالميه وعندها يعني مجموعه ديال لي نورم اللي ضروري خص يتم الاحترام ديالها، وبالتالي هذه الاشغال تكون في المستوى العالي وغادي يعني تكون يعني من الاشغال هي فقط ما كاينش غير الموضوع ديال الاوتيل، وكاين حتى موضوع ديال اعاده تاهيل المركب بالمجمل ديالو، وعندنا المركز التجاري اللي ما تيخفاش على الجميع في مدينه اكادير اننا في اطار الاعداد ديالو الانشاء ديالو دابا حاليا، وهذه المساله هذه ديال اعاده يعني تاهيل الاوتيل واعاده يعني وبناء المركز التجاري، ودخل في واحد الرؤيه عامه اللي من خلالها شركة مارينا أكادير وأصحاب المشروع باغيين يرقاو بالمشروع ويواكب يعني الديناميكية الجديدة دابا اللي حاصلة في مدينة أكادير من يعني من أشغال كبرى ومن منجزات كبرى ومن يعني إعادة تأهيل المدينة باش ترقى يعني المستوى العالمي والمستوى السياحي العالمي، وأنها تقدر تدريني يعني السياح وليزانفيستيسور وكذا، ويعني داخله في الديناميكيه العامه وغاديه داخله في العمليه يعني الرؤيه العامه لاعاده تاهيل مدينه اكادير ان شاء الله. واول شيء مارينا اكادير هي كمركب يعني تحظى بواحد المكان اللي هو يعني استثنائي، فهو منتجع اللي اولا يعني فيه مارينا يعني فيه بورت دو بليزونس، وفي نفس الوقت هو يعني يطل على يعني سميتو شاطئ مدينه اكادير اللي هو القلب النابض للسياحه بمدينه اكادير، وبالتالي اعاده الهيكله ديالو والرقي ديالو باش انه يولي يعني فندق من خمسة نجوم ما يمكن له ما يساوى الا انه يجر يعني بالمركب وبالتالي يعني المنطقه السياحيه اللي هي النبض يعني الوسط يعني على فوا الوسط الحضاري، يوجد في الوسط الحضاري لمدينه اكادير والقلب النابض للسياحه في مدينه اكادير، الا انه يرقى يعني بمستوى الخدمات المطروحه للسياح والنوعيه ديال السياح اللي تعرفوا انتم النوعيه ديال السياح اللي تجي مثلا هذه الفنادق من هذا النوع ما يمكن لها الا انها تنعش السياحه في وسط المركب، وبالتالي غادي تنعكس على المنطقه يعني السياحيه ديال 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 يعني ديال ديال لاكوت ديال اكادير. هو مده ديال الاشغال مبدئيا يعني محدده في 16 شهر، يعني داخله فيها يعني اعداد التصاميم الهندسيه والتصاميم يعني التقنيه. حنا في المراحل الاخيره ديال هذا الموضوع، بدايه الاشغال قريبا ان شاء الله باذن الله، لانه كاين التزامات مع شركه هيلتون، والتزامات يعني ذاتيه، لانه حنا هذا الموضوع هو كاين واحد التنسيق من ناحيه يعني التوقيت ما بينه وما بين يعني إعادة هيكلة المركب كامل وداخل فيه حتى المركز التجاري. الطموح ديالنا هو أنه يتم الافتتاح ديال الفندق بتوازي مع يعني المركب التجاري،
واعاده الهيكله ديال مارينا كامله. وبالتالي حنا كما سبقت وذكرت هي التوقيت المده الزمنيه هي 16 شهر، ولكن الطموح ديالنا ان شاء الله حنايا اننا ننتهيو قبل هذه الفتره. هذه الفندق هي كاينه شركه مارينا مع شركه هيلتون، يعني شركه مارينا كما تتعلموا كاين مجموعه ديال الشركاء داخل الشركه، داك المساهمين في الشركه، وطبعا الشركاء وكاين شركاء ولكن بشكل غير مباشر، لانه كاين شركات اللي غادي تشتغل طبعا ملي غادي يفتتح الفندق. طبعا هاد الشركتين غادي يشتغلوا مع شركات اخرى واللي غادي ان شاء الله ينتج عليها يعني المساله ديال انه يكون يعني اليد العامله غادي تشتغل، انه الشركات اللي تتشتغل بشكل مباشر او غير مباشر غادي تشتغل حتى هي لي فورنيسور، وكاين الناس اللي غادي يشتغلوا. بالتالي غادي يكون عليها انعكاس يعني جد ايجابي على سوق العمل، ويكون على يعني على المنتوج السياحي.